عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي طلبة وطالبات الصف الأول الإعدادي، موعدنا النهاردة إن شاء الله تعالى مع كتاب الباراجراف عن Historical Places in Egypt، يعني أماكن تاريخية في مصر. Historical Places in، يعني في Egypt، في مصر. أماكن تاريخية في مصر. أرى علامات الترقيم، سيب مسافة تعد الكلمة. نبدأ الجملة بحرف كابيتال وفي نهاية الجملة نضع في الرسوم. نبدأ بسم الله. هنقول طبعا مصر لديها كثير من الأماكن التاريخية في إيجيبت. إيجيبت مصر has لديها a lot of الكثير من الهيستوريكال places، الأماكن التاريخية. هنقول طبعا السياح بيحبوا زيارة هذه الأماكن، يبقى tourists السياح like يحبون to an visit، إن هم يزوروا إيه بقى هذه الأماكن، يبقى these places هذه الأماكن. هنقول طبعا هذه الأماكن موجودة في كثير من المدن، يبقى these هذه places الأماكن are بتكون in في many cities في الكثير من المدن، زي طبعا like معناها مثل، زي القاهرة يبقى كايرو، فاصلة أقول الجيزة، فاصلة كمان أقول أسوان and لوكسور، وكمان في الأقصر. هنقول المتحف المصري يبقى the Egyptian the Egyptian museum، المتحف المصري has يعني به أو يحتوي يعني a lot of على المزيد أو الكثير من الإيه الأشياء التاريخية، يبقى إيه historical objects من الأشياء الإيه التاريخية. هنقول طبعا هذه هي أكثر كنوز قيمة، يبقى they هما they are the most الأكثر valuable treasures، valuable معناها قيم أو ذو قيمة، و treasures معناها كنوز، يبقى they are هما بيكونوا the most الأكثر valuable treasures، يعني كنوز إيه قيمة أو ذو قيمة. هنقول المتحف المصري كان بيرحب زواره في طبعا بالزارين بتوعه في 2019، يبقى the grand Egyptian museum، المتحف المصري الكبير. welcomed رحب welcomed رحب ب its first visitors بأول زواره in 2019 في 2019. كمان ممكن نقول واحد يعني من أهم الأجزاء الموجودة في المتحف هو المدخل، يبقى one of the most واحد من أكثر ال beautiful أو الأجزاء الجميلة، يبقى تاني one of the most واحد من أكثر ال beautiful parts of the
ميوزيوم، ميوزيوم واحد من أكثر الأجزاء الإيه الجميلة في المتحف، بيكون is the entrance، the entrance اللي هو المدخل. ممكن بقى إنه نكمل ونقول إيه بالنباتات بتاعته اللي هي الكبيرة والتماثيل بتاعته، يبقى with معناها be، be its، its، its big، يبقى its big plants بنباتاته الكبيرة. يبقى تاني واحد من أكثر طبعا أجزاء المتحف أو من أجمل أجزاء المتحف، one of the most beautiful parts of the museum، بيكون the entrance المتحف with its big plants بنباتاته الإيه الكبيرة وتماثيله and statues. ممكن ننطق على فكرة statues. يبقى تاني واحد من أجمل أجزاء إيه زي المتحف هو المدخل بنباتاته الإيه الكبيرة وتماثيله، one of the most beautiful parts of the museum is the enter the entrance with its big، its big plants بنباتاته الكبيرة and statues أو statues تماثيله الإيه الكبيرة. هنقول there are يعني هناك أو يوجد ال other places أماكن أخرى، places like مثل the valley of طبعا وادي الملوك، valley طبعا the valley of، the valley of the kings، طبعا وادي الملوك. نكمل ممكن بقى ونقول ايه في الأقصر، and الأقصر في مدينة الأقصر. ممكن كمان نقول ذا كارنك، نعمل فاصلة كده ونقول ذا كارنك ومعبد الكرنك، ذا كارنك معبد الكرنك. كمان ممكن نقول برضو تيمبل المعبد، and we the ذهابو تيمبل، the هابو temple اللي هو طبعا معبد الحب. بقى there are other places يوجد أو هناك أماكن أخرى like مثل the valley of the kings يعني وادي الملوك في الأقصر، like the valley of the kings وادي الملوك in الأقصر في الأقصر، the كرنك كمان معبد الكرنك temple والمعبد، and the هابو temple وكمان معبد الحب. بكده كنا وصلنا لنهاية الفيديو، أتمنى يا رب الفيديو نال إعجابكم. شكرا على المشاهدة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.